احفادها واولادها كاملين. هذا حفيدها حتى هو راعي من الراعي ديال المرحوم باذن الله الحاج محمد الامين الحرم تالله، اللي نحن ركعتيه في الفعاليات باش نفتحوا المقر ديال بالاسم ديالو، وكتحضروا نتوما معنا التابين ديالو. مرحبا بكم وسهلا. هاي المناسبه جينا باش نعرفوا ملي بتاريخ هذه المقبره، مقبره العائله، وهذه مقبره الولي الصالح شاملنا من تبابكر. قبرها هنا توفت 1630، وتعتبر هذه لا امتداد هذه الاسره اللي كانت تربطها دائما اواصر علاقة البيع بينها مع الملوك العلويين. مناسبة هذه الأسرة، الأسرة سياسية، شخصيات سياسية معروفة هناتية، وتعتبر من أبناء هذا الإقليم هناتية. وهذه المقبرة شيء خير شاهد على هذه الليلة، هذركاتية 3 قرون ولا 4، وارتباط هاي القبائل ديال هذه الجهة بهدا بالعرش العلوي المجيد، تمتد من عند السلطان مولاي إسماعيل بالسلطان الحسن الأول والمغفور له محمد الخامس والمغفور له بإذن الله الحسن الثاني، والعلاقات اللي تربطوا بمحمد السادس. ونحن هنا تيارنا كان نجدوا البيع والولاء للسده العاليه بالله في هذا المقام. بل هذه المقبره كتعتبر اقدم مقبره هناتية، مقبر اللي هو قبر الولي الصالح الشامنة من تبابكر، اللي هو من 1600 اللي هي كانت هنا تواجدها في القرن 15، واللي هو توفات 1630. وبالنسبة لهذا الجواء معتمد في الخرائط الإسبانية بأنه مسمي باسمها هي تيمنا بالاسم ديال هذه الولية الصالحة، وزمن موريتان حتى الخرائط الموريتانية معتمد ملي في الخرائط المملكة المغربية. وهذا خير دليل على التواجد لهذا القبر، هو أقدم قبر هناتية في هذه الجهة، اللي هو قبر الولية الصالحة شاملنا من تبابكر، اللي تعتبر هي الأم الكبيرة لعائلة أهل حرمة الله هناتية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.